كنتكلموا دابا على نتائج القرعه ديال الانديه في المنافسات الافريقيه واللي دارت قبل قليل. نبداو بدور المجموعات ولا الكاف؟ نبداو بالمجموعات. انا كيبان لي الكاف يلعب بالكاف. الاتحاد البيضاوي الطاس اللي غادي يلعب مع واحد الفريق كتعرفو مزيان اللي هو كاناري ديفيرس الزامبي. هذا الماتش هنا في الاول لالي عند الطاس. لا لالي عندهم عند زامبيا كانار. مشيت صحابي كتهضر لي على الويدات. لا لا هذه مباراه الماتش الف في زامبيا. هذا اول امتحان والرتور هنا اول امتحان حقيقي للفريق الاتحاد البيضاوي الطاس. ولكن ما تيمنعش على انه منير يعني الاتحاد البيضاوي قادر يتجاوز هذا الفريق ما دام على انه مباراه عنده الاولى خارج الميدان. خصو غير يتعامل مع هذه المباراه ديال لالي وثم الماتش الرتور على حساب. دابا من نهضر معك المنير يعني يمكن حتى نشوف انا الطاس كيفاش غيتعامل كيفاش غتكون ديك الساعه. فوالا كيفاش غتكون هي وكيفاش غتكون المباراه ديال لالي باش نقول لك واش الاتحاد البيضاوي قادر يتجاوز هذا الفريق ولا لا. اما هو كفريق الكناري فهو معروف منير تاريخيا معروف. الى باقي كيلعب في ذاك الملعب اللي لعبنا فيه في لوساكا ملعب صغير جدد شويه جدد. ملعب صغير منير مجموع وكيلعبوا كره ديال الانجليز محضه يعني داكشي تبارك الله ديال. فما عرفتش انا كيفاش اليوم اولا الفريق اللي غابه سمعتي منير غاب هذه مده. فاللي غادي نقدر نقول انا على يجب على فريق الاتحاد بداو انه بعد على الاقل المباراه اللي غيلعب في البطوله دائما غتخليك تحس بانك راك كتستعملها كسلاح. بعدا هذيك المباريات راه مزيانه لك راه عنده القضيه صعيبه لان خصو يتدارك دابا راه باقي محتل المركز الاخير وما شنو اش تك ابونير خصو يتدارك يتنفس بعدا الى بغى يتدارك خصو يدير مباريات قويه وميم طوب بحال كيوجد هذه المباراه ديال الكناري. الممثل الاخر للمغرب في كاس الكاف اللي هو حامل لقب نهضه بركان استفد من التنقيط اللي عنده في هذا داز ديريكت هما داز ديريكت على اعتبار فريق لا غازيل ديال تشاد. ماشي اعتذار ولكن هما ما لعبوش مباراه ديالهم مع الزمالك كان يقدروا يلعبوا البراج ولكن الكاف بما انك اعتذرت الحمد لله الحمد لله انا ديك هذاك السفر كان غادي يكون قد فرقه فتم اعفاء فريق نهضه بركان وصوله لدور المجموعات مباشره وكيبقى فريق الرجاء الرياضي اللي جاي من الشامبيونز ليغ غادي يلعب مع اتحاد المنستير التونسي. ولكن انا مؤخرا على ما سمعت بان الاتحاد المنستيري ما محققش نتائج ايجابيه في البطوله لاعبين واقيلا قدنا قدهم ولكن يعني خمسه ديال المباريات هي غير هي منير مباراه مغاربيه كنتكلموا على دائما ملي كتكلم على مباراه مغاربيه ما كيبقاش فيها مازال جنوب الصحراء نقولها ونعاودها منير كتلقى شويه ديك لي فاي عند هاد الفراقي تقدر في اي لحظات هادو لا هادو كيلعبوا معك شويه واخا يكون النيفو كيف ما بغى يكون. لا لا ما كاينش منير. ثم كاينه واحد القضيه خاصك ملي كتكون تهضر على واحد الفرقه هضر على راسك انت كي داير كي داير انت الحاله ديالك دابا اللعاب اللي كتوفر عليهم راه شوف راه مولي دابا حنا بحال كنبقاو نهضروا بالغائب ولا بالماضي. راه ملي كتهضر ما عمرك ما تقول عام عامين ثلاث سنين هي هذه هي دابا هي هذا العام حيت ملي كترجع للماضي يمكن الفارق اللي كنتي كتوفر عليها منير كان يمكن تجاوز به الترجي تجاوز به الاهلي تجاوز به ديك الساعه حتى عندك عناصر متمرسه وهذا انت دابا ملي كتتمني كيولي عندك الهدوت في واحد الفريق ديالك اللي فيه بزاف ديال المعطوبين فيه بزاف ديال سيرتو معنويا خاصك تشوف هذيك الساعه الله يرضي عليك اشنو غيكون كيفاش انت غادي تتعامل مع هذا المو. اذا انا مباراه الناس كي دابا كيهزوا ستيلوات وكيبداو يكاليفيو حيت انت جالس كتجيك سهله حنا دايزين هاد ولا ما دايزينش حنا غادي نديرو. وابرز مثال اللي خصنا نتعلموا منه هو الرجاء وطونغيت. لا من غير هذاك الاول ملي انت بارك من غير هذاك امونير ملي انت بارك كتقول الرجاء طونغيت على الورق راه اذا جاب لك سيدي ربي هذاك النهار شي ظروف اللي ما كنتيش كتسناها وليتي كانت سبب في الاقصاء. دونك الماتش ديال اتحاد منستير شوف خص الرجاء بعدا غادي تلعب ماتش ديال الكوب عرب ديال الاسماعيلي ومباراه صعيبه وعلى ما سمعت انا دوك الفريق واقيلا جاب شي لعابه دار شي ريكروتمون مزيانه وداك الشيء هذا تا هو يطلب واحد الجهد كبير مثلا غنتكلموا على هذه المباراه تاعي يطلب جهد كبير فلهذا انا كنقول بانه فريق الرجاء
كنتي قلتي يا مونير هنا نهار اللي قلتي لي قبل ما يلعبوا مع الطونغيت ديال السنغالي كنتي قلتي لي الرجاء مقبل على مباريات حارقه سد دي باراج وهما هادو دابا اللي كاينين وحده دازت ندخلوا فيهم هذيك المباراه ديال وداد فاس الشباب المحمديه وديال وداد فاس وداد فاس الله يرضي عليك راه من تما والرجاء وهي جايه في مباراه اللي هي صعيبه وهذا الشيء كيوقع وجماعه السلامي عارفوا واللعابه اللي عنده ريكسبيريمونتي تما عارفين بانه كتجي واحد الوقيته اللي كتبقى تلعب دي ماتش بحال البراج خاص تكون موجود. فالرجاء كاين واحد الحكايه مع هاد الانديه التونسيه وفي هاد لي ماتش بعدا مع الاتحاد المنستير كاينه حكايه. الرجاء قبل ما يجي لها البنزرتي في 2013 كان جا من الاتحاد المنستير كان هرب ترينا معاهم اليوم بات مصباح اصبح معاهم. ثم هذاك العام في 2014 جمال السلامي كان جا عرض من الاتحاد المنستير ما عرفتش نوفمبر اكتوبر ورفض كان ديك الساعه بغى يريح شويه بغى يرتاح. ثم الرجاء في تاريخ المشاركه ديالو في عصبه الابطال ملي دار هذا النظام ديال اللي تقصى من عصبه الابطال كيدوز الكاف تقصات جوج مرات ودازت البراج. الاولى كانت سنه 2006 تقصاو من دور الثمن النهائي او الربع النهائي ديال لا من الثمن يا ربي ديال الشامبيونز ليغ ودازوا الكاف طاحوا مع الترجي في البراج مع فريق تونسي 0-0 في الرباط و 2-0 في ملعب المنزه. ثاني مناسبه اللي الرجاء كيخرج من عصبه الابطال وكيدوز البراج طاح مع نجم الساحل في 2015 عقلت على هذا الماتش 2-0 هنا مع فتحي جمال و 3-0 لهي وكان فوزي البنزرتي والمدرب ديال الاطوال. فهل تكون الثالثة ثابتة عند فريق الرجاء في مباراة براج ومع الخصم التونسي؟ هذه هي اللي خاص فريق الرجاء هذيك الساعة. لا هو اون فوا كتسمع مولودية الجزائر تسمع هاد فريق من تونس تسمع شي فريق من مصر والا خص تكون مونير تكون بريباري راسك كتعرف راسك بانك تواجه واحد الفريق اللي هو شمال افريقيا اللي هو كيشبهك. فاش كيشبهك هو بعدا في العقليه طريقه اللعب ديالك اللي كتبغي تلعب انت هذاك الخطا الفادح اللي تيرتكبوه بعض اللاعبين في جنوب الصحراء انت تقدر ما تكبوش اللاعب ديال شمال افريقيا هذيك ضربه الجزاء اللي شتي بحال داك المعركه كيشيروا كيديروا بلا بدون ما ديش ما كيديرهمش لكم هادو عارفين ديجا علاش لان في البطوله ديالهم كيواجهوا انديه وفرق مزيانه وعاد نفس الاجواء ونفس الطقس ما عندي ما نسالك علاش كنقول لك دائما هذه المباريات كتكون صعيبه علينا